اي فيفا كوين افضل ارخص موقع لبيع الكوين، سريع بالتسليم وبيدعم اللغه العربيه ومضمون من الباند والتصفير، وبتعامل معه انا شخصيا. الرابط كود الخصم موجودين تحت بالديسكربشن. السلام عليكم، كيف حالكم؟ سرقة من زمان فيديو جيب القناة، وعنا أول فيديو بالقناة من لعبة فورتنايت. طبعا بلعب أنا فورتنايت عادة، لكن أول فيديو طبعا هذا قلنا بينزل بالقناة من لعبة فورتنايت. طبعا بالفيديوهات الماضية إجا طلبات كتير إنه نزل لعبة فورتنايت. مستواي فيها يعتبر جيد، يعني ما يعتبر المستوى الممتاز، يعتبر مستوى جيد بتقدر تقول نوعا ما. فهي احصائياتي، ما بلعب كتير الصراحه اللعبه انا، فكل اللي فزته مرتين لغايه الان. فهي احصائيات مثل ما انتم شايفين قدامكم، وكل اللي بيلعبوا سولو يعني لغايه الان ما لعبت مره واحده بس سكواد او مرتين. فمثل ما انتم شايفين راح ندخل الجيم، وبتامل الصراحه اني فوز، يعني يكون هيك اول فيديو لنا من بلعبه فورتنايت ونفوز فيه. انا طبعا مثل ما قلت فزت قبل هيك، لكن لو بتصور فيديو بتفوز فبيكون شيء جدا ممتاز. فبسم الله ننطلق على اول جيم. ربيته ما بيموت. حلو حلو، شوت جام من اولها. حلو اخيرا هيك، بس اي شيء يعني جوز درع صغير اي شيء. اكيد ورمه. في صوت في صوت. صوت شو هذا ما بعرف. اوه في صوت في صوت، سمعت واحد سمعت صوت واحد. اوه الزون عندي مرة تانية. بين بين بين، هذا هو. وينك لسه من شوي كان مبين. اختفى. موت ما ناوي يموت، وحياة الله مو ناوي يموت. شو هالصوت يا اخي، بيطلع صوت هيك فجأة بفكر واحد. وينه المنطاد؟ وينه صوته؟ قريب مني. اوكي شكله رح ينزل فوق الجبل على الحال. وين رايحين؟ وين الله ياخذكم انتو هالاسلحة. كان بدنا سكار. ما بقيان يعني غير 8. في واحد اكيد واقف هنيك. في واحد عم يبني فوق. خليني بس اعرف الزون وين راح تكون بعدين بنتصرف. اوكي الزون عندي. تعال يا حبيبي تعال. خلينا نطلع فوق هاد الجبل. واحلى بناء وقاعدين والوضع تمام التمام. مفروض في واحد قتل الثاني مفروض. خلينا بس نبني هون، نأمن الأماكن هاي. في واحد شفته. هذا شو هالصوت؟ الله يخرب بيت اللعبة. في واحد مع سنايبر شايفه. لساته واقف تقريبا. والله اذا بفوز الجيم بهي الاسلحة بيكون شيء، لانه هذا الاسولت العادي ما راح يعمل شيء. الناس مع سكار وانا معي اسولت وعادي كمان. اكيد واقف مستنيني بس بالسنايبر الاخ هنيك. الله ياخده، جابني والله جابني. ان شاء الله بتقتلوا ببعض كلكم. شقشق يا حبيبي. ما في دم ولا. يلا الزون عندي. تعالوا يا حبيبي منك له. ايوه ما بقي غير 4، ما بقي غير 4 بالجيم. شفت. يخرب بيته ما اجت. هلا بالزون، اهلا وسهلا. ايوه ما بي غيري انا واحد. اوكي دمجناه.
الله ياخذك خلصة الموارد. الله الله لا 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 مواردي خلصت مواردي خلصت. كان دمه 72 طبعا انا وعم صور صار في مشكلة غبية بالتصوير. المشكلة مو مني، من الكمبيوتر هيك فجأة علق برنامج التصوير، فما قدرت اني خلي اللايف كومنتري، فعملت اللي هي خاصية حفظ اخر ربع ساعة من المقطع. والصراحة ما لقى غير انه ينتزع على يعني على جيم اسطوري، يعني جيم من احلى الاجيام اللي لعبتها. فمثل ما انتم شايفين طبعا هذا يعني انا اللي لعبانه، فوق على اليسار شايفين اسم القناة. فمثل ما انتم شايفين هون كنا عم نلعب، رح احاول احط لكم المقاطع المهمة بس. ما انتم شايفين هذا قتلناه، وكان في شوف 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 من الغباء يعني لحتى الان لحتى لاحظت كان في سكار ذهبي، سكار ذهبي ولا انتبهت، التهيت بقصة الزون وانه الدم ناقص وقلت خلينا نمشي بسرعة ولا انتبهت ابدا للسكار، مع انه سكار ذهبي. هي يعني من الغلطات اللي المفروض اني انتبه لها يعني مستقبلا. او هون في كنز، اول في كنز اي اوكي ما طلع في شيء، يا ريت اجى في شيء. وحتى هون اصلا ما كان معي موارد. مشكله تجميع الموارد هي يعني يا الحل يا انك تقتل العالم وتاخذ مواردهم، يا اما انك تجمع موارد يعني من بدايه الجيم تنزل مثلا مكان تجمع موارد وبعدين تنطلق، بس ساعتها ما راح يجيك اسلحه. ما في اي شيء. او في واحد شفناها طبعا. ما المشكله السولت ما طلع لي بهاللعبه والله ولا واحد لقيته. شوف 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 لو كان معي السولت او اخذت السكار الذهبي انتبهت له، كنا قتلناه لهذا من اول وخلصنا عليه. بس شو بدنا نساوي، مو مشكلة. مثل ما انتم شايفين قرب 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 شوي كمان كله، لانه الحرب شغالة على نفس النظام لغاية الان. شوف انا والله لو ما نطيت كان صادني. شوف 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 كيف شوف، والله لو ما نطيت كان صايدني. اجت فيه طبعا هاي بس ما مات، اجت فيه بس ما مات، اجت فيه وراح بعدين اختفى هيك من الجيم. تبخها قرب 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 شوي، لغاية الان ما في شيء. مثل ما انتم شايفين انا المشكلة كان فيني اقدر رحله، بس شوفوا اسلحتي ما معي غير هذا الشوتجن الجديد، صح انه ليجندري وذهبي بس ما راح يعمل شيء لحاله. مثل ما انتم شايفين لغاية الآن ما في أي شيء. أيوة هون 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 شوف شوف هذا اللي قاعد عم يمشي، ما اجت فيه للأسف، يعني هيك برقت شوي من قدامه واختفى كمان. هو الثاني هذاك رحنا ندور عليه، وفي واحد قاعد يطلق علينا. وشوف شوف مواردي، شوف ما معي موارد. المشكلة أنا خايف يعني ما بدي أبني زيادة على أساس إنه مواردي قليلة، لأنه ما مبين. قررت إني أمشي لأنه ما في موارد، يعني شو ساوي، ما فيني ضل. وهذاك اختفى كمان، هو الثاني. مثل ما أنتم شايفين لك هون في واحد قاعد يطلق علينا، وللأسف ما استوعبت إنه من وراي. شوف 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 ما استوعبت انه من وراي، والله ولا استوعبت انه من وراي عم يطلق. شوف اجى در عملي، اجى در عملي، ما اجى هيد شوت. واحدة وتنتين، شوف 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 شوف، وباي باي يا حبيبي باي باي. دمي 14، الهيل 14، ما في بتاتا، ما في هيل ابدا. وصرنا قاتلين ثلاثة لغاية الان بالجيم، يعني واحد كان يعني مو مصور واثنين صورناهم. مثل ما انتم شايفين لسه مكملين لغاية الآن. هون طبعا سمعت صوت ناس عم تقاتل مع بعضها، ففي هون طبعا كان كنز. شوف شوف والله ما بعرف شو صار بهالفترة، كنت متوتر بشكل كبير فقعدت احاول شيء. شوف شوف والله ما كان ناوي يطلع. شوف 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 وطلع، واخيرا يعني الحمد لله على السلامة. وتمنيت انه يطلع لي ميدكيت، والله طلع لي ميدكيت ولا طلع لي شيء. معي 2 شوتجن من هذا الشوتجن الجديد، اسطوريين بصراحة هذول الأسلحة. هي الأسلحة نزلت على أساس إنه دور على باندج، دور على أي شيء، على درع، ولا لقيت أي شيء.
حتى ما كان معي ار بي جي. شوف هون شوف اعياري، طلقة واحدة ان شاء الله بتضرب باضعف سلاح باللعبة. شوف 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 عاد رحت قلت ممكن نلاقي فيه ميد كيت، ممكن نلاقي درع، تركت هداك على اليسار لانه مكان شوي فضيحة. شوف 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 انا قلت هون خلص متت، قلت مستحيل يعني ما بعرف هيك بتجي احيان تقول خلص مستحيل عاد نكمل بهاللعبة. شوف 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 هون سمعته جاي، قلت خليني اطلع، ما لقيته غير جاي هيك فجأة. لا شوف 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 يا الله يا الله علقت هيك اللعبة فجأة، والله ما بعرف شو صار ومات، والزون هيك فجأة جاي. انا انصدمت قلت الزون خلص اكلتني، لقيتها وقفت الحمد لله انها وقفت، وصرنا قاتلين اربعة وما بقي غير اثنين غيري لغاية الان، فمكملين مكملين مكملين ما في اي شيء. ايوه ايوه صح، فتحنا طبعا هذا وطلعنا فيه ار بي جي، جدا ممتاز الار بي جي، وطبعا كمان معي ميد كيت، فحطينا الميد كيت ورجع دمنا مره ثانيه 100. كنا محتاجين شويه دروع بس الحمد لله اصلا اني لقيت ميد كيت، فقررنا ان نمشي. كان في سلاح كان فينا ناخده بس الزون كانت بلشت تمشي، والاثنين هدول قاعدين يتخانقوا مع بعض، قلت خلي واحد منهم يقتل الثاني بعدين بنشوف اللي مين بيقتل الثاني وبنقتله. هي كانت الخطه يعني. طبعا هون طبعا بالزون مكان جدا ممتاز عالي هيك فوق بالزون، وطبعا رجعت لنا موارد من بعد ما قتلنا هذاك، طلع لنا معه شويه موارد. مشكله قاعد عم يرمي من هدول، فخفت تنزل شي وحده فقلت خلينا نبني فوق اضمن، حتى بالبناء ما عادي مستواي يعني بالبناء بس جيد يعني. لغايه الان ما في واحد منهم قتل الثاني، قاعدين عم يتخانقوا هن الاثنين. المشكلة خايف طلع راسي واحد هيك يجيني بالسنايبر على طول. لو كان معي سنايبر كان المفروض بالاسولت يعني كسر القاعدة، كان المفروض هيك الصراحة، ما خطر ببالي الا بعد ما ضربت بالار بي جي. وهون طبعا الساتون قاعدين، اكيد قلت اكيد في واحد راح بيقتل الثاني، مستحيل يعني انه واحد يتمكن مني الاساس انا واقف فوق يعني. هون عم يتخانقوا وما مبينين وينهم، بس انه يعني وفي واحد قتل الثاني، ما بقي غيري انا وواحد بالجيم، فقررت اني انزل وامشي لانه الزون راح تبلش تمشي. مثل ما انتم شايفين جيت بنص الزون، شوف 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 المكان بنص الزون بنيت وقلت خلينا نطلع لفوق، احسن مكان اجينا بنص الزون. قلت طبعا لو اجيت بنص الزون قلت اكيد يا راح بيدرعم لي يا راح بيعمل شيء، لانه مستحيل يعني خلص بنص الزون انت واقف هو اكيد راح بيجي لك. ها وهون سمعت طبعا صوته جاي، فطبعا فور شوف 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 اعطيته وضع يعني السهل الممتنع، اجا درعم لي وخلص يعني بكل بساطة ما فيها شيء يعني. هيك بشوت جن سفقناه طلقتين بشوت جن ومع السلامة، قتلنا خمسة ورقم جدا ممتاز يعني. خمسة بالعادة انا بقتل اربعة يعني بكل الجيم ولا شيء، لكن خمسة يعتبر جدا ممتاز، مستواي يعني عم يتطور كل ما بلعبة فورتنايت. لو كان الجيم من اوله كنت شفته يعني يمكن بشكل اكتر، لكن بشكل عام والله ضايقت كتير انه يعني اتزع التصوير على هذا الفيديو بالضبط، او على هذا على هاي يعني المرحله بالضبط. مثل ما انتم شايفين فوق على اليسار طبعا اسمي مشان تتاكدوا انه انا اللي عم بلعب اصلا هي الشخصيه اللي كنا عم نلعب فيها. فيعني بس شباب هيك وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى الفيديو عجبكم، اذا حابين نضل ننزل فورتنايت فاكتبوا لي تحت بالتعليقات، وان شاء الله يعني قريبا رح احاول اطور مستواي بشكل اكبر، بحيث اني لانه ما بلعب اللعبه كثير يعني كل اللي بلعبه خمس ايام باليوم ولا شيء، فرح احاول اطور مستواي بصير بلش نزل تحديات. فبتمنى منكم او دعم تشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك، واذا عندكم اي اقتراحات لي طبعا اكيد رح تلاقي اغلاط كبيره باللعب، حتى لو فزت بالجيم ممكن يكون عندي اغلاط كبيره، يمكن ابرز اني تركت سكار ذهبي وما انتبهت له، لو يمكن لو ما الزون كانت جايه كنا انتبهنا لهالشيء.
فيعني بشكل عام اكتبوا لي كل نصائحكم هيك بالتعليقات، وان شاء الله رح احاول اطور من مستواي بشكل اكبر واصير انزل لكم لعبه فورتنايت. فبتمنى تعذروني اذا قطعت بالفتره الجايه لانه فتره امتحانات رح تبدا، وبتمنى منكم اقوى دعم تشترك بالقناه اذا ما كنت تشترك، وكل مين بس يدعي لنا دعوه هيك للامتحانات ان شاء الله الله يوفقنا جميعا. فيعني بس هذا اللي كان عندي اليوم، شوف كان خلف ديار جايه، في امان الله.